يا ابني في ايه؟ بالراحه بالراحه، انت نسيت ولا ايه؟ مش عايزين مشاكل. يا سلام، مشاكل ازاي يعني؟ هو حد يقدر يعترض؟ البلد فيها حاله طوارئ. مش مساله اعتراض يا باشا ولا حاجه، بس انت لو سالت زمايلك اللي جم قبل كده هنا هيقول لك البيت ده بالذات ليه ظروف خاصه. ظروف خاصه يعني ايه؟ انا ماليش في الكلام ده. خبط يا ابني وخلص. ما بالراحه يا ابني، على مهلك شويه. اهلا يا عطا باشا، نورت. جرى ايه يا باشا؟ هو سعادتك ناسي الشغلانه اللي حصلت اخر مره؟ هو مين الاخ اللي مع سعادتك؟ لازم سعادتك مفتش امن الدوله الجديد. اهلا يا باشا. عطا باشا، سعادتك والباشا بس اللي تدخله، انت عارف الظروف. اتفضلوا، ما ينفعش نتكلم على السلم، اتفضلوا جوه. لما اخذ الحضرات كان بودي اقول لكم تتفضلوا كلكم. اتفضلوا يا باشا. هو في ايه؟ ظروف خاصة. اتفضلوا اتفضلوا يا باشا، اتفضلوا جوه في الصالون. انتوا ليه محسسني اني جاي اخطب مش جاي اعمل مداهمة؟ اهدى اهدى يا باشا، وبلاش كلمة مداهمة دي. هخليك تداهم يا سيدي وتعمل اللي انت عايزه، بس بالراحة. هو في مداهمة بالراحة؟ في. معلش يا باشا، ظروف خاصة. اتفضل سعادتك جوه وانا هشرح لك كل حاجة. اتفضلوا. في ايه يا عبد الناصر؟ خليتني قطعت الصلاة. مين دول؟ جرايها ام محمود، حد يقابل ضيوفه كده برضه؟ بدل ما تعملي لهم حاجة يشربوها ولا تاكلوا، فاضل شوية رز وقلقاس عجب وشوية سلطة. دي مية السلطة بتاعت ام محمود شهد. لا 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 لا، ايه ده؟ مش دون برضه العقيد بتاع البوليس؟ اه والله هو. جرى ايه يا عبد الناصر؟ في ايه تاني؟ ايه دي سايق عليك النبي؟ انا هشرح لك كل حاجه. الباشا جاي وجايب معاه قريبه بيسالوا على بنت القسطه سيد بسيوني، عاوز يتقدم لها. اصل بنت سيد بسيوني دي نحست وبلطت في الخط كتير قوي، لكن ربنا قادر على كل شيء. ايه ده؟ بس انا شايفه يعني دبله في ايديك الشمال. ايوه هو متجوز صحيح، لكن اول الموضوع ما يمشي هيطلقها وتتوكل على الله. لا حول الله يا ربي، ليه كده بس؟ هي مراتك كانت مغلبك قوي. وبعدين في المهزله دي بقى يا ام محمود، ما تقلبيش المواجع على الراجل. خش كملي الصلاه يلا. اتفضلوا. استنوا هنا. يتفضلوا فين انت كمان؟ في ايه تاني؟ اصل مؤاخذه يعني لازم تقلعوا الجزم عشان احنا لسه كانسين ومسيئين، وام ياسمين بتغلبني. أم ياسمين مين؟ هيبان دلوقتي. أصلها بتيجي يوم وتغيب 10. هي طلعت الشغالة. طب طلاق بجد بقى، ما أنا قالع، ولو ما فهمتونيش إيه اللي بيحصل أنا هنفجر فيكم كلكم. جرى إيه يا حبيبي؟ أنت مش عايز تقلع جزمتك ليه؟ ما يكونش ريحة شرابك وحشة؟ ما تتكسفش يا حبيبي، إحنا هنبقى أهل. اقلع اقلع وهات الشراب وأنا أغسلهولك وينشف على قراية الفاتحة. مش أنت ناوي تقرا الفاتحة النهاردة برضو؟ سكت الست دي بدل ما افقد اعصابي. هو برضه حد يقدر يسكت ام محمود؟ دي كانت السبب في نقل ضابط المباحث اللي قبل. والله يا بخته راح منفذ السلوم. يا ام محمود ما تنشفيش دماغك وتبوظي الجوازه. يلا خش كملي الصلاه. يلا اتفضلوا. خليكم واقفين زي ما انتم، محدش يتحرك. أصلاً الجماعة عندي أعصابهم تعبت من كتر زيارات زملاء سعادتك المتكررة بسبب الهبد والرزع على البيبان. أنا عايز أفتش أوضة محمود حالاً. حقك يا باشا، اتفضل. أنا طبعاً مش هسألك على إذن النيابة، أنا راجل قديم وعارف. بس نعملها إزاي دي؟ يعني إيه نعملها إزاي؟ أنتوا بتهزروا ولا إيه؟ لا أنا صبرت عليكم كتير، أنا هدخل أوضة محمود حالاً ويحصل اللي يحصل. أوضة إيه اللي هتخشها؟ هو في إيه يا أبو محمود؟ مفيش، أصل الباشا عاوز. باشا؟ اللي أنت صحيح بتشتغل إيه؟ هيشتغل إيه يعني يا أبو محمود؟ هو مش جاي مع سيادة العقيد، بيشتغل ضابط شرطة. قول كده بقى، وعايز تدخل أوضته ليه بقى إن شاء الله؟ أصل الباشا لما عرف ان موضوع الطلاق مش هينفع اعصابه تعبت، فقلت له خش اوضه محمود يريح شويه. ما ينفعش،
اصل محمود منبه عليا محدش يدخل اوضته ابدا وهو مش موجود. ايوه اصل ده شاب وعازب وانت اكتر واحد تعرف بقى واحد في الظروف دي ممكن يكون مخبي بلاوي في اوضته، مش كده ولا ايه؟ طب ده انا اللي هي امه وام ياسمين اللي هي ام ياسمين محدش فينا يتصجر يدخل اوضته وهو مش موجود. طيب ما تطلبيه على الموبايل تساليه، اديني بقررها لك اهو. وهو ابني حيلته ايه يعني عشان يشتري موبايل؟ طب هو راح فين يا حاج؟ ليه؟ الباشا كان زميله في المدرسه وعايز يطمن عليه ويسلم عليه. كمان زميله كمان؟ طب يا اخويا ما توصي عليه زمايلك الظلمه المفتريين بتوع امن الدوله، دول مبهدلينه يا حبه عيني. ايه الناس دي؟ ده في الرايحه وفي الجايه مش سايبينه، ودون كله بسبب ايه؟ ابوه واخوه. طب هو ماله؟ ذنبه ايه؟ دول ناس مفتريين لا يعرفوا لا دين ولا حرام. الواد يا عيني ضاع مستقبله وطفش من البيت. ايوه طفش، راح على فين بقى؟ انا عارفه بقى، اهو امبارح لقيته داخل عليا يا حبه عيني غرقان في شحم وقرف، يظهر انه كان بيصلح موتور من المواتير اللي هو بيصلحها يعني اللي بيطلع منها بمصلحه. يا دوبك دخل كان له شويه رز بشعريه وعليهم شويه قلقاس، ودخل اوضته لم شويه هدوم كده وراح واخد بعضه وماشي. قلت له تعالى يا محمود، تعالى يا حبه عيني، قول لي ريحني يا نظري، انت رايح على فين؟ قال لي سيبيني سيبيني ياما سيبيني، انا طهقت وقرفت من العيشه المقرفه دي، وراح واخد بعضه وماشي. الله، وانا مش سالت قلت لك هو جه؟ قلت لي لا. هو اللي قال لي اقول لك كده. معلش يا ابني، اصل هو بيني وبينك كده مخنوق شويتين من ابوه، حاسس ان كل اللي بيجرى له ده من تحت راس ابوه. هو يعني كان لازم اعيش انا طرطور عشان تبسط انت وابنك؟ طب الناس اللي قعدوا جنب الحيط على طول دول عيالهم خدوا ايه؟ ما هم قاعدين عواطليه هم، على الاقل والله انا ريحت ضميري. لا يا اخويا ما تزعلش، انا ما اقصدش. شوف يا ابني، مش دون بس السبب بتاع الزعل اللي بيناتهم. بيني وبينك انت مش غريب، الواد محمود ابني عايز يسافر ويسيب البلد، وابوه حالف عليه ما يسافرش. وعايز يسافر فين؟ عاوز يسافر افغانستان. لا. وينضم لتنظيم القاعده. في ايه يا عبد الناصر؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انت عايزه يصدق ويروح يقول لزمايله المفتريين بتوع امن الدوله؟ الهي ربنا ينتقم منهم، الهي ربنا يوريني فيهم يوم، الهي العيل اللي فيا كله يجي فيهم، الهي يا رب يمشوا بالتبول الارادي والناس كلهم تشوفهم ويكسروا نفسهم ويذلوهم. كفايه بقى يا حاجه، كفايه كده. كفايه بقى يا ست، ادعي لهم بالهدايه. اهي طبطك ديا اللي جايباك ورا. خلاص انا تعبت. ما شاء الله يا اخويا، مش باين عليك يعني تعب ولا حاجه. هما الظباط كده يا ام محمود، ما يبانش عليهم. سيبيه بقى يدخل يريح ويفرد ظهره عشان نعرف نخطب له بعد العشاء، لازم يكون ظهره مفرود. هو دلوقتي احمد ليه اوضه زي محمود؟ هو كان مع محمود في نفس الاوضه، لكن لما احمد طلع اسكندريه محمود قعد في الاوضه لوحده بيردها له. اصل محمود لما نزل مصر يدرس احمد قعد لوحده في الاوضه. انما انت بتسال ليه؟ جرى يا ام محمود؟ هو السؤال حرم؟ حد يقول للضيوف كده؟ هو انتوا مش هتشربوا الشاي؟ لا انا هريح شويه. طب يا ابني خد الشاي معاك اشربه في الاوضه وانت بتفكر، عشان موضوع الجواز ده موضوع صعب. انت بتقول له ايه؟ ما هو هيتنيل يطلق. ادخل خش يا ابني ربنا يكرمك. لكن انت ما قلتليش انت بتشتغل فين في البوليس؟ في المطافي. يا ساتر يا دي الحوسه. يلا مش مهم، ان شاء الله تكون المجاري حتى ارحم ما انه يشتغل مع الظلمه بتوع امن الدوله.
العيال يا طويل يا هبل، انت مين اللي قال لك تفتح الكمبيوتر بتاع محمود ابني؟ انت بتستعبط؟ انت مين انت وتبع مين؟ انا فاهم حضرتك. هو انتوا ايه؟ ما وراكوش غيرنا. اهدي يا حاج. مش في دي اسرار ناس هنا؟ مش في اسرار ناس؟ الحقني يا ابو محمود. اهدي يا حاج. الحقني. انا هوريك. اهدي يا حاج. اوعى اوعى تفتح الكمبيوتر. اوعى تفتح الكمبيوتر. انت بتفتح الكمبيوتر. اوعى تفتح الكمبيوتر. اوعى تفتح الكمبيوتر. اوعى تفتح لا يا حاجب الحونة اوعى شرب منها حسن كروش انا هطلع يا ظلمة يا مفترين يا حاجة اهدي يا محمود يا حودة يا عبقاري انت يا عم بقالك ساعة لازق جنب المطور في ايه حقي ولا مش حقي ها بقالنا ساعة طالعين بالمركب والمطور ما طلعت له الصوت هسه قلت لك محمود دايما يوفي بوعده يا سالم يا فرحة امي بالمطور اللي ما طلعش هسه طب ما الشبك كمان ما طلعش سمك ولو قعدت عمرك كله عمرك ما هتطلع سمكه من المكان ده ما انا قايل لك الحكومه منع الصيد شهرين عشان السمك شاحح وبتحافظ عليه مصمم تطلع تصطاد من ورا ظهر الحكومه طب ادينا عملت لك المطور سايلنت ها نفعك بايه بقى اخويا يا بس يا اخي بس ما تكسرش مقاديفي وانت محتاج المقاديف اساسا فيها سالم ما الموتور اهو عمرك شفت موتور كاتم للصوت ها ده اختراع يا ابني قنبله الموسم طب اقول لك انا عايز اسجله باسمي وابيعه لاكبر شركه مواتير وساعتها بقى يا واد يا سالم هشتري لك طن سمك وارميه لك في البحر عشان تصطاد براحتك اه وانا هستناك لحد ما تكسب الذهب وامي واخواتي اكلهم منين يا عم هي امك اصلا ليها في السمك دي كرهته من عشره ابوك هتلاقي فراخ منين؟ ما انا قلت هطلع من الطلعه دي ب 10 كيلو وقار ابيعهم للراجل بتاع اسماك البحر. عارف الوقار يا محمود؟ عليه طلب اليومين دول اوف يا عم وقار ايه بس وعليه طلب؟ وبعدين بقى لعلمك ده راجل غشاش. في واحد يكتب على محله اسماك البحار وكل سمك ومزارع. شوف بقى انت خدتني في الكلام المطور، ايه رايك في المطور؟ ها؟ وبعدين يا سالم انا مش عارف ايه اللي خلاك تجيبنا في الحته دي. ما قلت لك في مصنع بيصرف في الميه وهو ده اللي مطفش السمك يا اخي. ما هو احنا لو اصطادنا جوه البلد هيشوفونا ولو شافونا هنتقفش وبعدين ابويا قال لي الحته دي مليانه وقار يا سالم اه مش ابوك غرق في الحته دي برضه يا سالم لا انا ابويا غرق الحته التانيه طب في واحد ياخد بنصيحه واحد غرق يا سالم الله يرحمه بقى انت سمعت كلامه اه ابتدينا بقول لك ايه انا المياه بتاعتي محفوظه ها عشان جرعه الندم والذكريات زادت وانا حافظك أول ما بتجيب سيرة أبوك بتبقى عايز تهرب من اللي عليك، ما حسستني إن أنت الوحيد اللي أبوه مات في رشيد، يا عم ده ما فيش أكتر من اليتامى هنا يا ساتر عليك، خلاص يا أخي هديك المياه بتاعتك بس نطلع بأي سمكاية من الحتة دي وإحنا ليه نفضل في المكان ده أساساً؟ يا ابني بقول لك معاك موتور سايلنت لو مشيت بيه في قلب الأسفلت ولا حد هياخد باله، يا عم خش بينا جوه البحر، خش وجمد قلبك، خش محمود عايز ايه من ام محمود يا اخي تعال اقف جنبي شويه عشان تساعدني اساعدك ايه يا اخي بلانيله ده السمك اللي طالع افضل من دماغك وبعدين احنا اتفقنا انا شغلتي الماتور وبس عمرك شفت ماتور تنام جنبه وانت مطمن طب انا هنام لك هنا في المركب عشان اثبت لك بس لو حد سال على محمود ابقى افرجه على الماتور ايه ده في ايه ايه ده حوت ده ولا ايه يا سالم ده صوت حوت حوت ايه الصوت جاي من المركب يا نهار اسود الله يخرب بيتك انت عملت كده ليه ده لو دلوقتي في سمكتين في الميه وسمعوا الصوت ده هيتفش ما تقلقش نفسك انت عارف انت هتلاقيها بس حته اللحام فكت من مكانها هخش اكتم لك نفس امه حالا
ايه ده؟ ايه ده؟ هو في ايه؟ انت عملت ايه في المطار؟ زودت السرعه؟ انت ما شفتش خدنا الطريق اسهل ازاي يا سالم؟ الله يخرب بيتك، كان انت كسبته زي الاول. اول ازاي يا ابني؟ مش قلت لي عايز تصطاد وقار من قلب البحر؟ انت واقف ترغي واحنا بنولع. طف يا سالم، احنا بنولع. الله يخرب بيتك، ليه بقت افكارك؟ الله يحرقك ويحرق يا دي مركب. ولا ايه؟ والله ما خدنا سمكه من قلب البحر يا باشا. اللي جابك هنا؟ والله ما خدنا سمكه. ايه ده؟ هات العيال دي. تعالوا تعالوا تعالوا. انا جاي معاك. انا جاي. ما عملناش حاجه. انت عندي والله ولا سمك. الحكومة صاحية تقول لي لازم اصطاد وقار، نفعك بقى الوقار يا اخويا. ها؟ والله العظيم ثلاثة، والله العظيم ثلاثة يا سعادة الباشا في سوء تفاهم. والله ما خدنا سمكة من قلب البحر. يا باشا ده لو في سمك في البحر أساسا. يا باشا هو في سمك هيقعد في الدوشة دي؟ أكيد طفش. يا باشا هو ده المطار؟ هو ده المطار اللي هيبقى قنبلة الموز. قنبلة يا فندم. قنبلة؟ الله يخرب بيتك. بقى دي الكلمة اللي افتكرتها من كل اللي قلته لك. يا باشا هو ما يقصدهاش بالمعنى الحرفي، هتلبسنا قضية إرهاب. بيقول إرهاب. إرهاب؟ يا رب نخلص كلنا في اليوم الأخبر ده. يا باشا أنا متوتر وخايف، أنا خايف أقول تنظيم القاعدة نروح في 60 داهية. محدش يقول له بقى إن المركب اتحرقت، هو أكيد سمع.